في عداوة بينك وبين الرجل. أنهي رجل؟ أي رجل؟ أنين؟ الرجل اللي على قديه مين شفتي هو؟ ظلم كتير قبل كده. ما شفتش ظلم. أنا الرجل في حياتي، لا الرجل في حياة كل طفل. مين؟ أخ، أب، أب، عم، حبيب، زوج. زوج، مش كده؟ أنا بالنسبة لي شايفة إنه أبويا، يعني زي ما قلت لك في بداية حديثنا، قد إيه كان هايل معايا، والحمد لله سابني في عيشة، يعني في حياة كريمة جدا. بالنسبة لأخويا كان هو كل حياتي، هو اللي كان مسؤول عني، هو اللي كان بيقرأ لي السيناريوهات، هو اللي كان بيدلعني، هو اللي كان محتويني، هو اللي كان بيعلمني، هو كل حاجة. عمر معروف وصورنا موجودة في المجلات. و عمي هو ده العنصر الوحيد اللي اتخبطت فيه، كنت أتمنى إنه يحتويني عن كده. الحبيب اللي ممكن أي طفلة تقابله زيه زي أي حبيب، من حقك إنك تبني خبراتك في الدنيا من المدرسة زي أي بني آدمة. الزوج أنا أسعد إنسانة، وبحسد نفسي وأتمنى لكل امرأة أن تعيش العيشة اللي أنا عايشاها، لأن ربنا كافئني فعلا وهداني. ده بصحيح، يعني تعلمت على إيده كتير، رميت من نفسي أخطاء كتير، ثقفت نفسي كتير، أخدت من خبراته كتير. فعلا أنا مع رجل يحمل كلمة رجل، فاهم قصدي ازاي؟ أيوة. فهو ده عنصر الرجل ممكن يقابل الـ أي بنت. قلتي أريد حب يفك حروفي ويعيد كتابتي من جديد، هل لازلتي في انتظار لا هذا الحب؟ الحمد لله، اتفكت خلاص حروفي أيوة وتعادت كتابتي من جديد. الحمد لله. لا ده انا لو قلت غير كده ابقى ناقمه، يعني ابقى جحده لكل مكافاه ادهاني ربنا. لا ربنا سبحانه وتعالى كافئني مكافاه كبيره قوي الحمد لله.